راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية. مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن واقع الصحافة والصحفيين في ظل الحرب والتطورات الأخيرة فيها. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، الأمين العام لنقابة الصحفيين السودانيين. أستاذ عبد المنعم، أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية. شكرا لك أستاذ رشيد، وشكرا ومرحبا بمستمعي راديو دابنغا. طيب أستاذ عبد المنعم، يمكن السؤال الأول، الصحفي دلاي صديق دلاي معتقل لأكثر من شهرين لدى الاستخبارات العسكرية، هناك صحفيين آخرين معتقلين لدى الدعم السريع في ولاية الجزيرة. ما هي جهودكم كنقابة من أجل الإفراج عن هؤلاء الصحفيين، وهل هناك معلومات حولهم؟ يعني شكرا جزيلا. أولا، الزميل صديق دلاي يعني مكث في معتقل الاستخبارات العسكرية 65 يوما، وهناك تضارب كبير حول مصيره خلال الأيام الماضية. البعض يتحدث عن خروجه من المعتقل، ليس لدينا تأكيد، وهذا الغموض هو شكل من أشكال من حدود الحديث حول أنه تم إخراجه بالضمان وتم تحويله للمحكمة، لكن ليست هناك رؤية واضحة. الإشكال الأساسي أن منطقة الدمازين الآن لا توجد بها شبكة اتصالات حتى نستطيع أن نتحقق من هذه المعلومة. وما يحدث لصديق دلاي هو جزء من الانتهاكات المستمرة للصحفيين وصحفيات منذ بداية الحرب. نحن لدينا زميل عاصم خليفة، هو مصور صحفي. عاصم له 7 أشهر معتقل بواسطة الاستخبارات العسكرية. علمنا أمس أنه تم إحالته إلى الشرطة وسيقدم إلى محاكمة بعد أن تم احتجازه لفترة طويلة جدا في بورسودان. بعد 7 أشهر الآن حديث حول تقديمه لمحكمة. طبعا هناك صحفي يعمل بوكالة السودان للأنباء اسمه عبد الرحمن وراب، معتقل لدى الدعم السريع منذ بداية الحرب، منذ مايو في العام الماضي، حتى الآن لا أحد يعرف أين هو. لدينا زميل تاج عثمان مفقود منذ أحداث سينجا، ليس لدينا تأكيد هل هو أي طرف من الأطراف تم اعتقاله، لا نعرف عنه أي حاجة، وأسرته في حالة من القلق شديدة جدا. وهذا يعكس ما يعانيه الصحفيين كما ذكرت من بداية الحرب، فأن القضية الأساسية أن طرفي الصراع يتعاملوا مع الصحفيين كأنما هما جزء من الصراع أو طرف من الصراع. عندما تعبر أي منطقة من مناطق سيطرة أي طرف، هو يعتبرك عدو، يعتبرك أنك أنت جزء للطرف الآخر. هذا حد من حريتهم، هذا في انتهاك لحريتهم، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، إضافة للاحتجازات التي تمت لعدد من الزملاء وزميلات لفترات متفاوتة. كما أننا فقدنا منذ بداية هذه الحرب حتى الآن 10 من الصحفيين وصحفيات استشهدوا، أغلبهم في العاصمة الخرطوم. هناك 3 حالات في دارفور وبقية الحالات في الخرطوم. طيب، يعني هذه الانتهاكات الواسعة طبعا هي تشمل كل السودانيين وليس يعني ما هي المجهودات التي تبذلها نقابة الصحفيين من أجل توفير الحماية، باعتبار أن الحماية هي الواجب الأول للنقابة تجاه عضويتها؟ طبعا عند بداية اندلاع الحرب نحن حاولنا أن نقوم بحملة توعية للصحفيين في كيفية حماية نفسهم وفي كيفية الإبلاغ عن أي انتهاكات تحدث لهم. ثم بعد ذلك مع تطور الحرب استطعنا أن نقيم 4 دورات في 4 مدن مختلفة لم تكن الحرب وصلتها، لإجراءات السلامة أثناء تغطية النزاع.
وهذه الدورات شاركوا فيها أكثر من 80 صحفي وصحفية، تلقوا جرعة تدريبية أولية حول كيفية الأمن والسلامة. ثم بعد ذلك بالتعاون مع مراسلون بلا حدود أقمنا دورة تدريبية لتدريب مدربين، شارك فيها 15 صحفي وصحفية، إذا عملت أونلاين تلقوا تدريب في أنهم يصبحوا مدربين في إجراءات الأمن والسلامة. إضافة لذلك نحن ظللنا ننبه طرفي الصراع بأن الصحفي كشخص مدني من حقه أن يحصل على الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وظلنا نقود حملات ضد كل انتهاك يحدث لكل صحفي وصحفي، إضافة إلى أننا نحاول الاتصال المباشر وغير المباشر بطرفي الصراع في حال وجود اعتقال لأي طرف أو توقيف، في محاولة لإطلاق سراحه، وفي أحيانا حتى لفهم لماذا تم احتجازه، لأن هناك كثير من الزملاء والزميلات يتم احتجازهم ولا نكون نعرف لماذا تم احتجازه. طيب، هذه الحرب تدور في الظلام كما يقولوا، باعتبار أن الصحفيين ليس لديهم مدخل إلى مناطق النزاع، ولا حتى يمكنهم الوصول إلى، يعني حتى دور الإيواء عندما يدخلها الصحفي يتم اعتقاله، حتى لا يعني طرفي الحرب لا يريدان أن يعلم الشعب السوداني والمجتمع الدولي ما يدور. وده جزء من انتهاك القانون الدولي الإنساني في أنه من حق الصحفي حرية التحرك، ولذلك هذه حرب تدور في الظلام، وهذا خلق واقع سيء جدا، لأن أصبح المكان الوحيد لتدفق المعلومات هو مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أتاح فرصة للأخبار الزائفة وللإشاعات ولخطاب الكراهية، وأصبح المتلقي السوداني إذا أراد أن يحصل على معلومة عن الحرب إلا أن يذهب، إما أن يذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو أن يذهب إلى القنوات العربية، لأنه لديها مساحة حرية، لأن هي لديها وجود. الإعلام السوداني غير الحد من حريته أنه من أوائل المؤسسات التي تحطمت بسبب الحرب. الإعلام السوداني مؤسساته تحطمت، تم نهب معداتها، أغلب أجهزة الإعلام موجودة في مناطق الاشتباكات، ولذلك نحن نقول أنه تقريبا 90% من الصحفيين والصحفيات فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا عمل، وهذا من الذي خلق حالة أن الحرب تدور في واقع مظلم. طيب، نقابة الصحفيين، تحدثت عن خطاب الكراهية الأخبار المضللة والأخبار الكاذبة، بذلتم جهدا كبيرا في هذا المجال، هل يمكن أن تطلع المستمع على دوركم وخططكم للمستقبل؟ أولا، من أوائل الأشياء التي قمنا بها من أوائل الأشياء قمنا بها ناشدنا ظلنا نناشد عضويتنا أن لا تنخرط في خطاب الكراهية، ولوحنا أن الذي ينخرط في خطاب الكراهية نحن يمكن أن نستخدم ضده ميثاق الشرف الموقع من قبل الصحفيين والصحفيات. إضافة إلى أن أقمنا عدد من الدورات التدريبية وعدد من الندوات في مجال خطاب، أقمنا 4 ندوات في مجال خطاب الكراهية، ستصدر في كتاب قريبا. أقمنا عدد من الدورات التدريبية لصحفيين موجودين داخل السودان وخارج السودان حول خطاب الكراهية وكيفية محاربة خطاب الكراهية، وظلنا نرصد ما يتم من خطاب كراهية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظلنا نتعاون مع بعض الجهات التي تعنى بكشف زيف الأخبار الزائفة ومحاربة خطاب الكراهية. واحدة من مشاريعنا الأساسية في الفترة القادمة سنركز عليها بشكل أساسي كيفية الحد من خطاب الكراهية، لأنه هذا مدخل من مداخل السلام. إذا توقفت هذه الحرب، إن لم يتم الحد من خطاب الكراهية ومحاربته، يمكن أن يشعل هذه الحرب مرة ثانية. نحن لدينا عدد من الدورات التدريبية مصممة للصحفيين، إضافة إلى لدينا استكتاب لعدد من الصحفيين والصحفيات ينشر بشكل دوري في قضايا محاربة خطاب الكراهية. نسعى لتوسيع هذه المجموعة التي يتم استكتابها بإضافة مجموعات أخرى، حتى نخلق حالة عامة ورأي عام ضد خطاب الكراهية. طيب، هناك أعداد كبيرة جدا من الصحفيين اضطرت لمغادرة السودان وموجودة الآن في الملاجئ والمنافي، يعني هل هناك
جهود لتجميع حول الصحفيين. شهدنا مبادرة مؤخرا في أوغندا بإقامة فرعية للنقابة. والجهد الكبير عمل في مدينة في من دولتين يشهدوا أكبر تجمع في مصر. هناك جهد لتجميع هؤلاء الصحفيين، تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات مصرية ومؤسسات إقليمية، يتم تقديم بعض المساعدات ذات الطابع الاجتماعي لعدد من الصحفيين والصحفيات الموجودين في مصر. قد الظروف في مصر قد لا تتيح، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 200 صحفي وصحفية موجودين في مصر، قد الظروف لا تتيح لهم تكوين مظلة تنظيمية بسبب الظروف السياسية في مصر، لكن نحن بالتعاون مع جهات بعضها مصرية وبعضها إقليمية استطعنا أن نقيم 6 دورات تدريبية، استطعنا أن نقدم دعما اجتماعيا لعدد منهم، وقعنا اتفاقا مع عدد من المؤسسات الصحية المصرية لتقديم الخدمة الصحية بتكلفة منخفضة، ما يساعد الناس في الحياة وفي ظروف الحياة. نحن لا نعتقد أن ما قدمناه هذا يكفي، لكن نعتقد أنه هو جهد المقل، لأنه نحن برضو نتحرك في ظروف صعبة في ظل الحرب. يمكن في يوغندا الوضع العدد أقل لكن الجهد أكبر. يوغندا الحمد لله الأسبوع الماضي استطاعوا أن يكونوا رابطة الصحفيين السودانيين، ودي مظلة ستساعدهم في حل كثير من إشكالاتهم وتساعدهم في تقديم الخدمات لهم. الآن هناك جهد يمضي بالنقابة مع التعاون مع الرابطة الوليدة لتسهيل تقديم الخدمات الصحية للموجودين في أوغندا، لأن هذه واحدة من المشكلات الكبيرة للمقيمين في أوغندا لتكلفتها العالية. نحن نحاول أن نكرر تجربة أوغندا في تكوين أجسام. الآن في سنسعى لتكوين جسم في كينيا، باعتبار أنها من المناطق التي فيها عدد من التجمعات الكبيرة. نبذل جهد لتكوين أجسام في الخليج وفي أوروبا، لأن واحدة من المطلوبات لابد أن النقابة يكون عندها روابط وفرعيات في مختلف المناطق اللي فيها وجود للصحفيين السودانيين. طيب أستاذ عبد المنعم أبو إدريس الأمين العام لنقابة رئيس النقابة، رئيس نقابة الصحفيين السودانيين، يمكن أنتم جزء من منتدى الإعلام السوداني الذي تم إنشاؤه بعد الحرب، وواحدة من أهداف هذا المنتدى هو التفكير في مستقبل الصحافة والإعلام في السودان في فترة ما بعد الحرب. هل يمكن أن تطلعنا إلى ما وصلت إليه جهودكم؟ والمنتدى هذا مبادرة، يعني من المبادرات الجيدة التي يبادر بها الإعلام السوداني، فيه 26 مؤسسة إعلامية سودانية، منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية تعمل في الإنتاج المباشر إضافة للنقابة. المنتدى محاولة لتجميع الجهود المختلفة لخدمة الصحفيين والصحفيات، والمحرك الأساسي أننا فقدنا البنية التحتية للإعلام السوداني، أنه الآن لو توقفت الحرب اليوم لن نجد بنية تحتية للإعلام السوداني يستطيع أن يعمل. وأكبر دليل على هذا الإذاعة الحكومية، الإذاعة السودانية التي استرد الجيش قبل 4 أشهر مبانيها، لم تستطيع أن تعود إلى البث من مقرها، ما زالت تبث من ولاية نهر النيل، والتلفزيون يبث من البحر الأحمر. ده دليل على الدمار الكبير للبنية التحتية للإعلام السوداني. لذلك ده واحدة من المشروعات الأساسية التي نعمل عليها في المنتدى، إضافة للعمل في حملات. المنتدى عمل حملة من أوائل الجهات التي تحدثت دقة ناقوس الخطر حول قضية المجاعة التي تهدد المواطنين السودانيين، والحملة كان عندها تأثير وجابت تأثير كبير. المنتدى برضو يعمل في خطاب في مجال محاربة خطاب الكراهية، وفي تصميم حملات لمحاربة خطاب الكراهية. المنتدى برضو يعمل في مجال مساعدة الصحفيين والصحفيات السودانيين، خاصة الموجودين ما زالوا في المناطق الحرب، في البعض لجاؤنا، البعض لمساعدتهم في العلاج، البعض لمساعدتهم حتى على المستوى الغذائي. ما استطيع ان اقوله ان المنتدى
هذا تجربة جيدة في التحالف بين المؤسسات الإعلامية لخدمة الأهداف الكبيرة، ومتوقع أنه المنتدى حتى بعد توقف الحرب أن يكون له دور كبير جدا في إعادة إعمار المؤسسات الإعلامية. والمنتدى يخطط لقيام مؤتمر كبير حول الإعلام السوداني وحملة دولية لمساعدة الإعلام السوداني للعودة للعمل مرة أخرى. طيب، يمكن سؤال لابد منه أخ أستاذ عبد المنعم. أنتم متهمون بأنكم منخرطون في العمل السياسي، وأنكم اخترتم انحستم إلى جوانب أخرى حتى في عملكم المعارض، وتحديدا أنتم جزء من تقدم من دون التحالفات السياسية الأخرى. نحن عندنا قرار واضح أنه أي شخص يرفع شعار لوقف هذا الحرب نحن معه كتفا بكتف بصرف النظر عن توجهاته السياسية. نحن حدود علاقتنا مع نحن عند أول حاجة النظام الأساسي للنقابة نص أن النقابة من أدوارها دعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان. كل من يرفع هذا الشعار ويريد إيقاف هذه الحرب نحن معه كتفا بكتف، لأنه نحن نعتقد أنه يعني ده واحد من أدوارنا نحن كنقابة، واحد من أدوارنا كصحفيين خدمة لأهل بلدنا وللمصلحة حتى توقف الانتهاكات التي تحدث لزملائنا وزميلاتنا وحتى نعود للعمل، لأن نحن نتحدث عن أنه 90% الآن لا يستطيعوا العمل، غير الذين نهبت منازلهم وخربت وغير الذين أصيبوا وغير الذين فقدوا أرواحهم. لذلك نحن منحازين بشكل أساسي لوقف الحرب وللتحول المدني الديمقراطي بغض النظر عن المنظمات بغض النظر عن المنظمات. كل من يرفع شعار أنه يريد وقف الحرب سيجدنا معه كتفا بكتف. طيب أستاذ عبد المنعم، يمكن برضو يعني واحدة من القضايا الرئيسية جدا في مرحلة مثل هذه هي قضايا التضامن العالمي. صحيح أن هناك تضامن من المنظمات غير الحكومية من السودان، ولكن الإعلام العالمي ضعيف في تعاطيه مع القضايا السودانية والتضامن مع قضايا الصحفيين السودانيين. 10 قتلى أو 10 شهداء في وسط الصحفيين السودانيين في فترة عام، هذا عدد كبير لا نجد له صدى في الإعلام العالمي. الإعلام العالمي لديه بعض الإشكالات مرتبطة بطبيعة ما نعيشه نحن. أولا المؤسسات الإعلامية الدولية التي كانت تعمل في السودان، الصحفيين الغير السودانيين غادروا مع بداية الحرب. الآن كثير من المؤسسات حاولت أن ترجع عدد من صحفيها لم تستطيع الحصول على تأشيرات دخول. حتى لو حصل على تأشيرات دخول سيكون موجود في بعض المناطق، لا يستطيع الوصول إلى كثير من المناطق بسبب أحيانا الأوضاع الأمنية وأحيانا عدم السماح له بالمرور عبر سيطرة أي من طرفي الصراع. إضافة إلى أن نقطة هناك في تزامن مع الحرب في السودان، هناك صراع موجود في منطقتين أكثر يبدو أن أكثر أهمية بالنسبة للعالم، ما يدور في غزة وما يدور في أوكرانيا، وخاصة أنه ما يدور في غزة وما يدور في أوكرانيا هناك مسموح لأجهزة الإعلام التواجد حتى في أكثر مناطق الاشتباك سخونة، ما يتيح لها الحصول على المعلومات بسهولة ويسر. على الرغم من ذلك الإعلام الإقليمي والدولي يحاول عبر صحفيين وصحفيات سودانيين في إيصال في عكس الواقع ما يحدث في السودان. طيب سؤال أخير أستاذ عبد المنعم، يعني طرفا الحرب ماذا نقول لهم من أجل احترام الصحافة واحترام الصحفيين وعدم انتهاك حقوقهم؟ أولا قبل احترام الصحافة والصحفيين نقول لهم أوقفوا هذه الحرب. يعني هذه الحرب نحن نتحدث عن أنه 12 مليون سوداني تم تشريدهم من منازلهم، 10 مليون بالداخل و2 مليون بالخارج، حدث عن 25 مليون مهددين بالجوع، ويحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة. تحدث عن تزايد نسبة الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال بأرقام مخيفة. نتحدث لا أحد، هذه حرب تدور الآن 16 شهرا، لا أحد يستطيع
أن يحدد عدد الضحايا فيها. يعني دي أول حرب تدور ولا أحد يستطيع أن يحدد عدد الضحايا فيها، الضحايا من مدنيين وعسكريين، لا أحد يستطيع أن يحدد. فلذلك هذه الحرب يعني طرفنا يجب أن يوقفوها الآن. الأمر الثاني أن نحن كل ما نطالب به تنفيذ القانون الدولي، التزام السودان بالقانون الدولي الإنساني الذي حدد قواعد الاشتباك، الذي يتيح حرية الحركة للصحفيين كمدنيين. نقول لهم أن الصحفيين ليسوا مع أي طرف، هم مع الحقيقة، مهمتهم نقل الحقيقة. لكن الرسالة، أنا بكرر الرسالة مرة أخرى، لا بد من وقف هذه الحرب الآن وليس الغد. أستاذ عبد المنعم أبو إدريس، رئيس نقابة الصحفيين السودانيين، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا. شكرا لك جزيلا أستاذ الرشيد، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا. مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.